تبارك الله خويا. هذه سنه الحليب شحال ديتو اخويا؟ 55 للعيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. سير اخويا الله ييسر لكم، الله ييسر لكم. 55000 اخوان، 2750 درهم من قلب سوق الاثنين دار اول زيدوح. بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام داخل الوطن خارج الوطن، صباحكم مبروك من قلب سوق الاثنين دار ولد زيدوح اقليم قايب بن صالح الاخوان. اليوم الاخوان راه بتاريخ 15/4/2024. تحياتي الاخوان، صباحكم مبروك، الله ييسر امركم جميعا وبدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. كدرا ولد العم بخير؟ ما شحال سامعين ولد عمي؟ 64 64 الاخوان اللي سامعين النجمه، 3200 درهم، 3200 درهم الاخوان هنايا، الله يبارك تبارك الله. غرفان مدريين ما شحال من راسيه ولد عمي؟ 11. اييه انت كتقول كتقول 70 ياك؟ كطلب 70 هي كيطلب. اييه 64 الاخوان، عطينهم 3000 عطينهم 3200 درهم، كيطلبوا 3500 درهم. واخا تبغي تخلي النمره لبعض الحباب اللي بغاو يتواصلوا معاك ولا بغا تبيع السوق؟ مرحبا. ها يلا خلي الحباب النمره اللي بقات عندك، بيع وشري معاه وتباع تقول لي مدة تباعت. 07 12 01 81 89. تبارك الله عليك ولد عمي، الله ييسر لك امور، الله يسهل عليك. السلام عليكم، كدير عمي؟ بخير، لاباس عليك؟ صحيح، لاباس، امور مزيانه، الله يطول عمرك، الله يحفظك لي عواسر مبروكه. الله يحفظك. الله يحفظك. شحال عمي؟ 66. عسنا الحليب عمي؟ عسنا الحليب. هذوك سيبه ولا شاريهم؟ لا شاريهم. شاريهم هي عاطينهم. عندي سيمانه هذه معاك. سيمانه هذو الاخوان عاطينهم 3300 درهم. 66000 ثلاثة هذو الاخوان. 3300 درهم. 66 الاخوان اللي عاطينونا 3300. والله يسلمك. تحولوا لكم عداد الاخوان تبارك الله. كلشي مزيان عمي، مبروك عواشرك، الله يحفظك. شحال عمي؟ تقريبا بحال هذا، هذا اللي واقف هنا 82. هذا 82 تبارك الله. وهذا هذا 180 90. هنا هما مولين 90. هذا اللي هذا وهذا الاخوان راه 90. هذا هما حاد الروس، وهذا اللي هز راسه عمي 80 4000 درهم. واش هادشي باش تبيع ولا؟ باش خالصين. اي راه باش خالصين الاخوان. هذا 4500 درهم باش خالص الاخوان. 90000 4500 درهم. هذا الاخوان 2900 درهم. 58000. كاين ثمانه عمي؟ ثمانه جابت الوقت. جابت الوقت. سير يا عمي، الله ييسر الامور، الله يسهل عليك عمي، الله يسهل عليك، الله يحفظك. تبارك الله الاخوان، الله يبارك، تبارك الله. شحال خويا سمعتوا؟ 58. هذا الاخوان معطيه 58 2900 درهم. 2900 اكسي بيك، اكسي بيك، اكسي. شحال قلت لي من البيع خويا؟ قلنا لي 64 جابوا. اييه راه كيطلب فيها الاخوان 3200 درهم، 64000 ريال اللي كيطلب فيه. خويا الله ييسر لك، الله يسهل عليك خويا، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك خويا، تبارك الله عليك، شكرا. خمسة وخمسين عمي اللي سمعتي؟ 55 2750 درهم اللي عاطينا 2750 55000 تبارك الله. هذا عمي شحال تكون عنده شي 6 اشهر يعيد، هذا يعيد عمي يعيد اللي داه دابا وتهلا فيه مزيان راه يلحق مزيان تبارك الله. يا باقى شهرين راه ها؟ راه
صاوي يعني وكان ربيع مربع مربع لا صاوي لك كان مربع يدخل العلبة تبارك الله يتم جاي وكي يعلف تبارك الله الله يسهل عليك عمي الله يسر لك الله يسر لك هذا ما ديالك شلا سير الله يسر لك خير لبس عليك شحال عمي شحال مشاوي هذا خالص 76 عاطين والف هذا 76 عاطين والف هذا الاخوان خالص اي خالص ب 3800 درهم الاخوان وعاطين والف دابا ولا ب 3850 درهم تبارك الله تبارك الله وهذاك اللي حداه عمي اللي حداه اللي حداه ليه حداه معناه ب 77 هذا ما ديالكم لا ديال هذا ها وشحال الثمن شحال عطوه 80 قل جوج باش مشري الاخوان هذا 3900 درهم 3900 درهم الاخوان باش مشري هذا اخوان عمي الله يسر لك الله يسهل عليك عمي الله يسهل عليك الله يحفظك الله يحفظك عمي شحال اخويا يا شمال شكر 45 شكر ياك شكر هاور جهزنا نهارو ديال الصور 45 الاخوان اللي عندنا هذا 2000 ما بغاش يبيع 250 درهم صافي جر تنقول فيه مرة الغنم اخو عندي 100 خوات اخو 80 هذاك غير 50 اي الله يسلمك عطيتي 50 يا هشام 50 تاع 50 الاخوان 2500 درهم حيد الله ربح هشام خليه خليه تا هو ينفع شويه تا هو انا كان انا عجبتو مع مشارفه مثبته هو هذا راه يمشي يدخل في الباب 4000 درهم احنا بغيت شدي 50 هاك خوت الله يسر لك خويا هشام الله يسر لك حافظك تبارك الله شكرا شكرا تحولوا لكم الاخوان عند النعجه شوفوا لكم النعجه دابا تبارك الله جديرات هذه متهم الاخوان خروف وعبوره راه مشاو موعد راه مشاو تبارك الله هذه اخويا موعد اش داير في السن يلا يلا استاتيه عندها خروف وعبوره وحوليه تبارك الله هذه الثمن اخويا موعد الثمن ديال 90000 يعطونا بها هذه 90000 اللي عطاوهم الاخوان في هذه 4500 درهم وشحال قلت لي اخويا موعد 5000 درهم هذه الاخوه راه كيطلبها الاخ معاذ 5000 درهم حنا غنعطيكم غنوريكم الاخوان النعجات اللي عندهم بعد نخليكم النمره واتصلوا بيه وبيعوا وشريوا الاخوان فين الاخرين هذو اللي عنده جوج خرفان ها ولدها الاخر فين تصيح اييه من ظهر شاو اييه هذه الاخوان عندها جوج خريفات الاخوان ها هي تبارك الله الله يبارك واش داير في السنه اخويا معاذ هذه الاخوان راها سداسيه ستاتي هي عندها جوج خرفان تبارك الله هذه تقدر تكون ضاره على ولادها والله اللي تعلم حنا شي لا صافي ما عليكش لا على هذاك زعما اللي شريتي عندنا يقدر يقول لك ودي راه ضاره ولا ما ضاراش هذه الثمن ديال اخويا 122 ياك هذه الاخوان 122 تبارك الله عندها جوج خرفان الاخوان وشحال قلت لي اخويا قلنا لي 130 هذه الاخوان راه كيطلب فيها 6500 درهم تبارك الله 6500 درهم عندها جوج خرفان هذه ولد جوج حوليات هذه الاخوان عندها جوج عبورات واش دايره في السنه اخويا جامع هي صغيره اي عندها جمع صغير جمع صغير جمع صغير عندها جوج عبورات الاخوان 76 3800 درهم تبارك الله باقى شي وحده ياك باقى هذه عندها هي جوج حوليات اييه باقى هذه الاخوان هاد القرنيه هادي راه عندها جوج عبورات اييه ابنات رطبات ابنات رطبات الاخوان الله يبارك واش داير في السنه اخويا معاذ؟ سداسيه هي سداسيه تبارك الله الله يبارك تبارك الله ابنات زينات اخويا كانت مع شي حولي مليح هادي تبارك الله الثمن ديال اخويا معاذ؟ تومه تا هي متومه تا هي متومه 84 هادي الاخوان 4200 درهم 4200 درهم 4200 هذا مو هنا يا اخو هذا سلام معاذ هذا فمو اخرى فرادي هذا فرادي هذاك وحده فرعه او امو راه امو هي ديك اللي هي تبارك الله لحقوا عند اخويا معاذ الله يحفظك هذه الاخوان همها هي امو تبارك الله عندها خروف زين الله يبارك شحال اخويا 94 هذه الاخوان راه 94000 الاخوان ولدها تبارك الله جاي الله يبارك تبارك الله خويا معاذ اللي بغى يتواصل معاك هذا الخير مرحبا قول لنا 06 39 30 36 70 بلاصه هنا دار ولد زينور الله يسر لك خويا اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر تبارك الله عليك والله درت
السلام عليكم، كيداير؟ بخير، لاباس عليك؟ كيداير الوالد؟ شي مزيان؟ الله يبارك. سي خالد بخير؟ مبروك عواشرك، الله يبارك فيك. الله يحفظك. البليحه خويا خالد، اللهم بارك. اثنين والسن سلالام سلالام، تبارك الله، الله يبارك. صافي بارك فيك، التدير اللي درتي حتى الله يصحك. حول الاخوان، اللهم بارك. واش انا غنبدلها قدامك ولا ندير الباس قدامك؟ هذا الإخوان 130,500 درهم، هذا هو 6500 درهم. حاولي حاولي، تبارك الله. تبارك الله، الله يبارك الإخوان، اللهم بارك. ما تاش يكون عمي تني يكون تني سنا الحليب، تبارك الله، سنا الحليب الاخوان، هاد الخير تبارك الله. ما تاش عمي الثمن سمعتو الثمن 130 باش خالص خالص الاخوان، هذا 6500 درهم، 6500 درهم باش خالص. تبارك الله، الله يبارك، الله يرحم لك الوالدين، حسنا لي شكل الناس. تبارك الله عليك عمي، الله يسر لك، الله يسر لك عمي، شكرا. تبارك الله الاخوان، الله يبارك، تبارك الله. حسنا الحليب ولا تني؟ لا تني. تني، تبارك الله، هذا الاخوان راه تني، اللهم بارك. الثمن 100 عاطينه الاخوان، 5000 درهم الاخوان، 5000 درهم اللي عاطينه الاخوان، تبارك الله. الله يبارك. هذا كسيبه ولا بيع شريفي؟ كسيبه. كسيبه، هي كسيبه الاخوان ديالهم، تبارك الله. 110. اييه. كيطلبوا 5500 درهم اللي كيطلبوا فيها الاخوان. الله يسر لك، الله يسر لك، تبارك الله. الثمن ديال 102 اللي عطاوكم جير في السن ديال ني، تبارك الله، راه اثنين الاخوان عطاوهم 102، تبارك الله، 102، 5100 درهم. الله يبارك، الله يسر لك خويا، الله يسر لك، تبارك الله. تبارك الله، شحال خويا شحال الثمن باش ديتو ولا 88؟ تبارك الله، 88 الاخوان باش داد الصريح. اسنا الحليب خويا ولا تني؟ اسنا الحليب، تبارك الله، اسنا الحليب الاخوان داد الصريح، هذا 88، تبارك الله، الله يبارك. الله يسر لكم خويا، الله يسر لكم.